الخصم. دخول الفريقين أنا أفكاره تمشي مثل غوارديولا كل اللاعبين، ولكن لم يعد كذلك ومختلفة. أعتقد أن هناك أندية لديهم اللي بيحتل المركز الثاني أيضا من نفس الرصيد، لكن فارق أهداف. شكرا هشام الغليق، الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات في كلاهما، سادس في الدوري المان يونايتد، سادس الدوري الانجليزي. مرمى لأولي جونر سولشاير النرويجي اللي بيجد نفسه تحت ضغوط كبيره. دخول راشفورد اساسيا مكان سانشو، دخول فريد مكان بوجبا، امامه برونو فرنانديز وميسون جرينوود 11 وانطلاق امام دوري من جانب برونو فرنانديز، اربع اهداف سجلها لويس موريال 9 واليشيتش رقم 72 في ثاني اللقاءات. حوارات ما بين أولي جونر سولشاير المدرب ويجي في ديسمبر 2018. هنا البداية، راشفورد العائد اللي سجل في المباراة السلساو في مباراة الأوروغواي الأخيرة اللي فازوا فيها 4-1. بداية مهمة، ماكتمينال لاعب الاسكتلندي لاعب الوسط سجل في لقاء ليستر، لكن يضيع أمامه ماركوس راشفورد المتنادين. انطلاقة أمامه هنا عن طريق اللاعب زاباكوستا اللي بيعدي، لكن هدف جميل في مباراة فياريال الماضية كان سجل باكو. المباراة الماضية أمام فياريال كان لعب دالوت فريق أتلانتا عن طريق اللاعب موريال الخطير موريال، لكن المرة دي أتلانتا لعب أمام الفرق الإنجليزية في 6 لقاءات. لتبعد دي بيرجامو 90 كيلو عن مدينة ميلان. أمامنا هنا ضد اللمسة برونو فرنانديز اللي بيحاول يمرر الكرة إلى اللاعب راشفورد، شافت انضم أيضا. ودي أمامنا هنا تبع المحاولات، خطير فريق أتلانتا، سرعة ما بين رونالدو ما بين التركي لينوود، تلقى كريستيانو رونالدو إلى برونو، كريستيانو رونالدو لكن هنا هذه أمامنا يبدو أن كسر ربطة أمام وستهام وتعادل كان مع إيفرتون في اللقاءات. طلع من الجانب اليمين زاباكوستا عرضية وهدف أول هنا. شوف أمامنا هنا يبدو أن القرار صحيح، ليس هذه جاسبريني هدف عن طريق اللاعب يسجل الهدف الأول والهدف عن طريق ماريو بازا. عيد الكرة أمامنا هنا في هذه اللقطة بعرض الملعب في حراسة التأكد من الفار في هذا الهدف اللي سجله بازا لفريق سان جيرمان في أولى المشاركات ويسجل أمامنا هنا في هذه اللقطة هدف التقدم سجل في بص أمامنا الكرة أمامنا هو من طبعا ديمرال، كان هناك شكوك انه ممكن ما يلعبش اوروبي وخرج ايضا امام كان عاملها حلوه قوي. وادي الكره بتعدي تصل الى فريد من جانب فريد، لكن الحارس في الحته اللي واقف فيها يشيلها على طول سي ار 7 ولكن يبعدها يلمسها منظومه كامله على طول. بيساكا في لمسه يد ترجع لبيساكا، لمسه حلوه قوي لكن طويله فكرتها حلوه من جانب لوك شو. 14 انتصار وثلاث تعادلات، انطلاقه رونالدو لكن موس ولا تحرك هنا ما بين برونو ما بين رونالدو، الكره اللي بالعرض لكن والحقيقه يعني المان يونايتد خلال هذه يتواصل امامه مان يونايتد خط 41 يعني تفوق عليه طبعا الانديه الاخرى الريال والبارسا والتفوق في يعلى ويرتفع التركي في هذه اللقطه ويضع ليفربول في انفيلد. سجل إليتش وسجل في هذا الملعب بهدفين مقابل لا شيء، فريق يملك جرأة على صدق او لا تصدق. المان يونايتد يتعرض لهذه لوبي للاعب التركي مرياح ديمرال لاعب اليوفي ايضا على نادي تشيلسي طبعا 18 وسجل هذا الرجل سولشاير في تلك المباراه. وادي امادي امامنا استلام من جانب رونالدو يصلح كرة للخلف ولكن في اتفاق ما بين الاثنين عدى رونالدو ممكن العودة رونالدو لكن التدخل عدى. بص أمامنا ديمرال هولندي صاحب الأربعين عام أمامنا، هل فيها دفعة فيها يلعب كرة في اتجاه بيساكا برونو دايما كرات برونو للإصابة لكن أولي جونر سولشاير مالمو زينت ويوفنتوس هنا انطلاقة وكنا تابعنا برشلونة دينامية. هناك محاولة هنا انفراد راشفورد وتأخر. الأفكار مش واضحة، شوف طبعا الفار ماركو فريتس